السلام عليكم، مرحبا بمتتبعي قناة زي يوتيوب. خليتكم فقط ما تكلمتش، خليتكم تعيشوا هذه الأجواء الإفريقية هنا بملعب جابومبا بمدينة الدوالة الكاميرونية الذي سيحتضن غدا بحول الله في حدود الساعة 8 ليلا مباراة الجزائر غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا. المنتخب الوطني كان قد تعادل في الجولة الأولى هنا بهذا الملعب أمام السيلاريوم بصفر مقابل صفر، يبحث عن الفوز في مباراة الغد من أجل إنعاش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. لحد الآن رطوبة عالية ودرجة حرارة لا بأس بمدينة الدوالة، جو كما تشاهدون غائم نوعا ما بما أنه تساقطت الأمطار ليلة البارحة، وأرضية سنعمل على أن نكون بحول الله بعد دقائق هناك حتى نتعرف على حالتها عن قرب معكم متابعينا في هذه القناة الإلكترونية التي تعمل على نقل كل كبيرة وصغيرة بحول الله حول ما يدور حول المنتخب الوطني وهنا بالكاميرون لمجريات نهائيات كأس أمم إفريقيا. لحدي الآن كما تشاهدون الملعب أو العمال الملعب يقومون ببعض الترتيبات وببعض الأمور التي يتم إصلاحها وضبطها
قبل موعد مباراة غد بحول الله التي تجمع قبل مباراة الجزائر هناك مباراة كوت ديفوار سيرا ليون على الساعة 5 وبعدها على الساعة 8 الجزائر غينيا الاستوائية. حقيقة رطوبة عالية جدا هنا في الكاميرون وهذا ما يصعب من مأمورية اللاعبين من دون شك، خاصة وأنه نقبل اعتذارهم ونقبل التعادل الذي حققوه أمام سيراليون في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيشها وتعرفها الكاميرون والدول الإفريقية المجاورة لها. ملعب تحفة على المدرجات وعلى الهيكل وعلى التصميم، فقط أرضية الميدان اللي كانت النقطة السوداء في المباراة السابقة. نتمنى إن شاء الله أن لا تتأثر بالمباراة الأولى التي ستجمع بين كوت ديفوار منافسنا في الجولة الثالثة وبين منتخب سيراليون، لأنه لعب مباراة وبعدها مباراة ثانية في ظل هذه الظروف المناخية وفي ظل هذه الأرضية التي تشاهدون. من البعيد تبان أحسن وفي القرب سنتابعها بعد قليل إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أن يكون المنتخب في يومه وأن يحقق الفوز بحول الله في مباراة الغد، ينعش حظوظه ويفرحنا في هذه الدورة إن شاء الله، وأن لا يذهب تعب اللاعبين وتعب القائمين وتعب الأنصار الحاضرين وتعب الصحفيين الذين تنقلوا لتغطية هذا الحدث في مهب الريح. زومي شوية على الأرضية، الأرضية سننقل الفيديو بعد قليل. الآن نثبت نتعرف على الملعب من الفوق وبعدها سنقوم بفيديو آخر من أرضية الملعب بحول الله. كل في التعليقات يتحدث عن برمجة مباراة المنتخب الوطني في هذا الملعب الذي لا تصلح أرضيته لإجراء مباراة في كرة القدم، عكس المنتخبات العربية الأخرى التي تلعب في ملاعب أحسن من هذا. نعم، احنا المنتخب الوطني قوي وقوي جدا، إن شاء الله سيتخطى الملعب ويتخطى المنافسين وأن يكون في المباراة النهائية بحول الله للدفاع عن اللقب. هذه مجموعة من الأنصار، لا أدري من أي أنصار، هل هم منتخب كوت ديفوار أو منتخب سيراليون أو منتخب غينيا الاستوائية، بما أنهم المنتخبان وهذه الثلاث منتخبات هي التي ستلعب في هذا الملعب، يأخذون صورا تذكارية في هذا الملعب. وهذه المنافسة الإفريقية، إفريقيا تبقى هي إفريقيا بكل ما حسنها وبكل عيوبها وبكل الأمور التي هي معروفة عنها في كل شيء. الناخب الوطني جمال بلماضي سينشط ندوة صحفية بعد قليل بحول الله. متابعينا نلتقي بكم بعد قليل إن شاء الله، إن شاء الله من أرضية الميدان.